بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحباء الطلاب، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كان كلامنا سابقا في المحاضرة السابقة حول مجموعة من الأمور المرتبطة بأصحاب الفروض، وذكرنا بأن أصحاب الفروض 12، 4 من الذكور و8 من الإناث. كذلك تكلمنا في المحاضرة السابقة حول مسألة ميراث الزوجية، وبينا بأن ميراث الزوجية يتصور بهذه الكيفية: مرة من جهة الزوج ومرة من جهة الزوجة. فإذا كان المتوفى زوج وترك ميراث وزوجة، فللزوجة حالتان: مرة تأخذ الثمن مع وجود الولد، ومرة تأخذ النصف مع عدم وجود الولد. كذلك الحال إذا توفيت الزوجة وبقي الزوج مع ميراث، فهنا الزوج إن كان له ولد منها فميراثه الربع، وإن لم يكن له ولد فيرتفع ميراثه من الربع إلى النصف. هذا أحبائي سابقا تقدم. اليوم كلامنا في ميراث الأصول. ميراث الأصول أحبائي، عندما نقول ميراث الأصول فلا بد أن يرد إلى أذهاننا الأب والأم والجد والجدة. هؤلاء يعبر عنهم بالأصول طبعا، وهنالك مجموعة من الأمور التي تتفرع على هذه الأصول كما سنعرف قريبا. الأصل الأول الذي نتحدث عن ميراثه ميراث الأب. وطبعا الأب المقصود به هو ذلك الأب الذي يتصل اتصال مباشر بالمتوفى. يعني عندنا ابن متوفى وأبوه هو المقصود بهذا الكلام. إذا رجعنا أحبائي إلى ميراث الأب، راح نشوف بأن له 3 حالات بلحاظ الابن المتوفى. زين، الأمر الأول أو الميراث الأول بأن الأب يرث عن طريق الفرض لا أكثر. شنو الفرض؟ اللي هو السدس. هذا الكلام تقدم سابقا، عندنا فروض ومجموعة من السهام من جملتها السدس، فأبو المتوفى يرث السدس. لكن يا حال أحبائي، وذلك مع وجود الفرع الوارث من الذكور. يعني هذا ابن توفى، عندما توفى هذا الابن ترك ورثة من الذكور. نعم، بنفس الوقت الدأب الأب هنا ماذا يرث؟ يرث حينئذ السدس. هذا شنو؟ هذا الاستحقاق الأول، فإنه يرث بالفرض ومقدار فرضه السدس. زين، الفرض الثاني أو الميراث الآخر الذي يستحقه الأب أحبائي، حينئذ يرث بالفرض والتعصيب معا. يعني لاحظ شلون؟ يعني أيضا هو يرث بالفرض فيأخذ السدس، وأيضا هو يرث بالتعصيب. التعصيب هذا المصطلح يعني يرث يطلقوه فقهاء الجمهور، ويراد منه أحبائي في ما يقابل الولد أو للذكر مثل حظ الأنثيين، يسمى بالتعصيب. فهنا أحبائي الأب مضاف إلى الفرض الذي يأخذه بالميراث الذي هو السدس،
راح يرث أيضاً بمن بالتعصيب. لكن يمتى يتحقق هذا المعنى؟ يتحقق طبعاً مع وجود البنت وبنت الابن والنسب. هنا إذا توفى شخص وترك بنت أو ترك بنت الابن موجود، هنا الأب أبو المتوفى راح يأخذ السدس بحسب الفرض، ورايح يأخذ البقية عن طريق التعصيب. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أحبائي للأب، هو يرث عن طريق التعصيب فقط. زين يمتى هذا؟ وذلك إذا لم يوجد للمتوفى أي وارث، سواء كان من الذكور أو من الإناث. إذا لاحظتوا أحبائي أعزائي هذه الحالة، راح نشوف بأن ميراث الأب باعتبار أصل إلى المتوفى، أبو إلى المتوفى، له ثلاث حالات. الحالة الأولى يرث بالفرض الذي هو السدس. هذا يمتى أحبائي؟ إذا كان للمتوفى وارث من الذكور. زين. الحالة الثانية يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. يمتى؟ إذا كان للمتوفى، يعني مضاف لوجود الأب، عند بنت أو بنت الابن. زين. الحالة الثالثة أحبائي إلى ميراث الأب، هو عندما يرث بمن بالتعصيب، وذلك إذا لم يوجد للمتوفى أي وارث، سواء كان من الذكور أو من الإناث. فهذه ثلاث حالات تدل على ميراث الأب باعتباره أول الأصول إلى المتوفى. هذا بالنسبة لمن إلى الأب. نجي لمن إلى الأصل الثاني اللي هو ميراث الجد. ودائما عندما نقول ميراث الجد باعتباره أصل، نقصد به أبو الأب، يعني أبو الأب. أما أبو الأم، أبو الأم العفو، هو أيضا جد، لكن لا يرث بالفرض. لاحظ شلون، لربما يرث بالقرابة كما سيأتي في تفصيل بعض الأمور. زين، نجي المن إلى ميراث الجد. الملاحظة الأولى أن المراد من الجد هو أبو الأب لا غير، أما أبو الأم فلا يعد من هذا القبيل، بل ربما في بعض الجهات يرث بالقرابة لكنه لا يرث بالفرض كما سيأتي. الملاحظة الثانية قبل أن نبين ميراث الجد، أن الجد لا يرث مع وجود الأب، يعني إذا كان أبو المتوفى موجود على قيد الحياة، فهنا أحبائي الجد لا يرث لوجود الحاجب، فإن وجود الأب يحجب ميراث الجد. فإذا تحقق هاتان الشرطان فنأتي، هل الجد مع عدم وجود الأب يرث؟ نقول نعم، وفي هذه الحالة فإن الجد يرث ميراث الأب. شنو ميراث الأب؟ الذي تقدم قبل قليل. ماذا قلنا عن ميراث الأب؟ ذكرنا بأن الأب يستحق الميراث بالفرض الذي هو السدس، ويستحق الميراث أحبائي بالتعصيب والفرض معا، وأخيرا وليس آخرا فإن الأب يستحق الميراث بالتعصيب فقط، وذلك إذا لم يوجد عنده يعني أي وارث، سواء كان من الذكور أو الأناث. فهذه ثلاث حالات للميراث عينها تتطبق على ميراث الجد. فهنا أحباء الجد يرث بهذه الحالات الثلاث إذا كان الأب غير موجود، وكان الجد هو أبو الأب لا غير. زين، إذا عرفنا هذا المقدار صار عندي واضح بأن الجد يساوي الأب في الميراث من هذه النواحي. بإمكانك أن تسألني، شو تقول لي؟ تقول لي شيخنا، هل
الجد يطابق الأب في الميراث 100% أو لا؟ الجواب: الجد يطابق ميراث الأب في نواحي، لكن هنالك بعض الحالات التي يختلف فيها ميراث الجد عن ميراث الأب. هذه الحالات كالآتي، خلي بالك وياك. الحالة الأولى أحبائي، إن الجدة أم الأب، لاحظوا، أم الأب تسقط إذا وجد الأب. شنو ذلك؟ يعني إذا شخص توفى وترك أب، أبوه موجود أو أم أبوه موجودة، هنا في مثل هذه الحالة وجود الأب راح يكون مانع وحاجب من استحقاق أم الأب، يعني الجدة. ليش؟ لأن الأب هو الوارث الأقرب، فحينئذ راح يكون حاجب عليه من؟ العفو، حاجب عن الأم. لكن إذا الأب أيضا متوفى والجد موجود والجدة موجودة، فهل يكون الجد مانعا لميراث الجدة كما حصل قبل قليل؟ الجواب كلا، لأن الجد حينئذ لا يمنع ولا يحجب الجدة عن الميراث. لاحظ شلون؟ فهنا اختلف ميراث الجد أو وجود الأب عن وجود الأم في الميراث. هذه الحالة الأولى من الافتراق. الحالة الثانية أحبائي، أكو مسألة في فقه المذاهب الإسلامية تسمى المسألة الغراء، اسمعها مني واحفظها، تسمى بالمسألة الغراء. شنو المسألة الغراء؟ وذلك إذا اجتمع الأبوان مع أحد الزوجين، يعني شخص توفى وهذا الشخص الذي توفى كان متزوج، سواء كان اللي توفى الزوج أو الزوجة، فعندما توفى هذا الشخص كأن يكون توفى الزوج وترك زوجة، فهذا الزوج عندما توفى ترك زوجة وترك أبواه، هذه تسمى المسألة الغراء. ونفس الحال إذا توفيت الزوجة وترك الزوجا وأبواها، أيضا هذه المسألة تسمى بالمسألة الغراء. شبيه المسألة الغراء يعني بيت القصيد اللي إحنا اللي يريد نتحدث به عن افتراق الجد عن الأب. هنا أحب إذا اجتمع الأبوين مع أحد الزوجين، اجتمع الأبوان مع أحد الزوجين في هذه المسألة، الأم راح تأخذ الثلث، ثلث الباقي الأم، وقلنا اجتمع الأبوان والزوجة، أم المتوفى راح تأخذ ثلث الباقي. ايش راح تأخذ؟ ثلث الباقي، خلي بالك وياي، لكن مو ثلث تركة، تأخذ ثلث الباقي وليس ثلث التركة، هاي خليها في بالك. لكن لو كان مقام الأب هو الجد، يعني الجد مو الأب، هنا الأم أم المتوفى هم تأخذ ثلث الباقي لولا؟ الجواب كلا، راح تأخذ ثلث التركة. شوف ارتفع، كأنما وجود الأب راح يحجب عنها حصة كبيرة من الميراث. لاحظ شلون؟ فراح الأم حينئذ مع وجود الجد راح تأخذ ثلث التركة وليس كما تقدم بأنه ثلث الباقي. صار حالتين من الافتراق. وعندنا الحالة الثالثة أحبائي أعزائي، اللي هي أن الأب، يعني وجود الأب يحجب الأخوة الأشقاء، أو يعني الأخوة من جهة الأب إجماعاً راح يحجبهم عن الميراث، بينما لو وجد الجد
مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة من جهة الأب، فإن الجد لا يحجبهم من الميراث. لاحظ شلون؟ فهذه الموارد الثلاثة تبين أحبائي كيفية افتراق ميراث الجد عن الأب، أو الميراث بوجود الأب أو بوجود الأب. زين، هاي قضية. قضية أخرى أحبائي، حتى ما نطيل عليكم، راح نأخذ هذا المقدار ونتوقف، لأن المادة يحتاج لها قراءة وتمعن أكثر من اللازم. عندنا فد مسألة هي ميراث الجد مع الإخوة، ميراث الجد مع الإخوة. أحبائي، هذه المسألة من المسائل اللي يعني وقعت للأخذ والرد والبحث بين فقهاء الإسلام، وتشعب الكلام فيها وأطال الفقهاء فيها. والشيء الآخر الذي أضمنه في هذه القضية أنه المادة 89 والمادة 90 من قانون الأحوال الشخصية، إذا تراجعوا راح تلقوها. المادة 90 في هذه المسألة أرجعت تفاصيل الإرث في المادة 89 إلى الشريعة الإسلامية. يعني أنا في تقدير الشخصي إذا أردت أشرح المادة شرح وافي، المادة 89 من قانون الأحوال الشخصية، يحتاج لنا 50 صفحة من خلص فقط المادة 89، لأن قانون الأحوال الشخصية أرجع بيان هذه المادة إلى الشريعة الإسلامية لأهميتها وكثرة الكلام فيها. فهنا مسألة ميراث الجد مع الإخوة من المسائل اللي أخذت أبعاد كثيرة وتشعبت الآراء العلمية فيها. الرأي الأول ما ينسب إلى الإمام علي عليه السلام، حيث ورد الجد راح يقاسم الإخوة والأخوات، يعني راح ينزل الجد منزلة الأخ وراح تقسم التركة بيناتهم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هذه الحالة أحبائي بشرط واحد، هذا الشرط ينبغي أن لا تنزل حصة الجد عن السدس، فإذا نزلت أحبائي عن السدس ينبغي رفعها إلى السدس، العفو أحبائي، من ميراث بقية الإخوة والأخوات. إذن هذه الحالة الأولى، أعيد، الحالة الأولى من ميراث الجد مع الإخوة ما ينسب إلى الإمام علي عليه السلام، من أن الجد ينزل منزلة الأخ وبالتالي تقسم التركة على طريقة للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هذه الطريقة مشروطة بأن ميراث الجد لا ينزل عن السدس، فإذا نزل عن السدس ينبغي رفعه إليه من خلال بقية التركة. هذا أحبائي الفرض الأول. الفرض الثاني لهذه المسألة أحبائي، أنا في بالي أحبائي نتوقف عند الفرض الثاني. ليش؟ لأن هاي المسألة تفرعات كبيرة، لكن راح أخذ لك مجموعة من التطبيقات على هذه المسألة. يعني اللي هو المذهب الأول اللي نزل منزلة الجد منزلة الأخ العفو، وبالتالي يكون التقسيم على وفق للذكر مثل حظ الأنثيين. عندنا في صفحة أحباء 118 مجموعة من التطبيقات على هذا المذهب اللي أريده من عندكم إخواني أحبائي للغد، إذا طيبين إن شاء الله يعني اتابعوا لهذه التطبيقات حتى نواصل الرأي الثاني لهذه المسألة المتشعبة.